سلام شدي بدير بحال بحال سنايبر في الراب جيم عندنا في المغرب. حنا بسنايبر وني ماشي بشي فردي ديال نو بحال اللي عنده شي هوك بحال هكا كيف داير هك شي لعيبه ولا كيلاه شي نغيط راه كيهضر شي رابر يلا كيعرف كيجد كيهضر اجي نتا تشديتي اجي سو كيشير بزاف ديب. كاين اللي تقد تعجبو هاد القضيه وكاين اللي تقد ما تعجبوش. كاين اللي كيقول لك ولا كيبدا على ود هذا الوغ كو انا بالنسبه ليا الراب جيم طونك بنادم دخل الراب جيم ما كاينش شي شروط قد نكلاشي اي واحد كل نهار نكلاشي واحد الا بغيت فهمتي. غير هو دي فوا كيقول لك انت شوفين خاص شي سبب ماشي الواحد غير يبدا يشير ويكلاشي سو لاحظ ما عرفتش نتوما سي سور لي فان ديال الديب غادي يدوب بالعاطفه شي غيقول لي نو هادي وانا متفق انا كما قلت لكم الراب جيم من حقه يكلاشي اي وقت اي حاجه. ما دي فوا كاين اللي كيقول لك ما كاين لا شو علاش واحد باغي البوز كاين شي واحد كيقول لي لا انت كتحاول تكلاشي هنا باش دير البوز ما عليناش. اليوم القضيه شابكه مع وينزا ابارامون وينزا دار انفولو للديب ما بقاش حتى معاه في انستغرام ما بقاش مفولوي في انستغرام ويكتب عليه ستوريات كتب عليه شي ستوريات الديب جاوبو الاخر طات شي تويشيه وحنا في هلو وحنا في هلو. ما شفت واحد ستوريه ديال وينزا قبيله ما كنظنش ان الديب هذا هذا البيف هذا غتكون عنده شي يكون عنده شي مستقبل لا اظن لا اظن ديجا باسكو وينزا سي با كلكان اللي معروف بالكلاشات وثاني حاجه الديب معروف بالكلاشات يعني وينزا الا دخل خاص يكون مستعد فهمتي خاصك تعرف لاكار اللي داخل لها الديب عنده هادشي بحال السلام عليكم بحال كتبغي تصايب شي نص فيه فرماجه وايزابيل كدير شي با با تحط داكشي بديتي تقصي بحال هادشي عند الديب هو سو وينزا خاصو يكون مريقل الا كان غيجاوب يعرف باش يجاوب سوا يدير عين ميكا كيف قال لي انت هذا صافي انفولو وعيش بدات ما غيجاوبش ويدير عين ميكا ويدور يشوف بحال هكا وينزو ويهني راس ما عيناش هلو شا هاستري كي داير 3 2 1 صاحبي حشم ما تقول ليش الراب هذا جعبوق الهيب هاب هاك جوج نطرات انت اللي كتربي التيتيز يحبوك البوغوس كنكتب للرجال جيت تسمع خد طروس عرفك فان ديالي عارف كتعجبك موسيقتي فيك مترو 50 وما كتصورش واقف بلا ما تدوخ راك ماشي رابر هادي عند لانستري طلع لانستري من قبيله وانا كان ايا بيتس ممكن نعاود هاد التراك ما طويش بزاف نقدر نديرو اعاده باش نشخمو مزيان شنو كيقول الديب صاحبي حشم ايا قد الصوم هادي هي السيناتور ديال ايا بيت صاحبي حشم ما تقول ليش الراب هذا جعبوق الهيب هاب هاك جوج نطرات انت اللي كتربي التيتيز يحبوك البوغوس وا الراب ديال التيتيز هادشي باش غيتيري عيتيري بالراب ديال التيتيز وبالتبوكيسا فهمتي ما ماشي حرش زعما كنكتب للرجال جيت تسمع خد طروس عرفك فان ديالي عارف كتعجبك موسيقتي فيك مترو 50 وما كتصورش واقف بلا ما وهادي دابا مشيتي في الخلق ديال الله هادي شي كاين شي حوايج اللي ما خاصش فهمتي دولي على الراب دولي التوشيات انا كما كتعرفين انا ما كنبغيش بنادم يدخل جبد ليه مرتو جبد ليه مو جبد داكشي دولي على الصاد دولي على الراب دولي على الموسيقى دولي على الافعال اشنو طرابين كوبينو طلعتي ماشي راجل عطيتك ما رزقتيش هذا ما طول داكشي ديال الله الخلق ديال الله اخويا الديب عرفك فان ديالي عارف كتعجبك موسيقتي فيك مترو 50 وما كتصورش واقف بلا ما تدوخ راك ماشي رابر هادي عند بالك بلاصه ما تصيب الكتابه كتصيب حجبانك كيجيك الكلاش عيب كيجيني الكلاش عيب بقيت رد البال مع الضربه عرفتي غادي تجي انا رجع اللعيبه ديال حجبانك عند بالك بلاصه ما تصيب الكتابه كتصيب حجبانك كيجيك غيتيري ليه على الهيئه ديالو غير لعب ليه على الهيئه ديالو بزاف وكما كنقولوا في الراب زعما في الكلاش اللي غيبدا في الاول اللي غيبدا
ما عندوش فيني كونتر اتاكي حيت هو اللي ماتاكي سو اغلبيه خاصو يجبد دي فاكت ولا خاص سو ما عندوش فريمون بزاف ديال لي بوين فين يلعب. هذه الصعوبه ديال التراك الاول اون جينيرال. ديك الكلاش عيب كيجيني الكلاش عيب ما كتلوحش كيجي كلاش عيب كيجي كلاش عيب سو دابا قلت لكم قبيله عنده بحال ديس كلام درتيش ليه بيبعب العزيز لك اي صوفيا طالوني ما تلوحش تراك الا ما درتيش ليه بيب عبد العزيز اي كي اي صوفيا طالوني بالك بلاصه ما تصيب الكتابه كتصيب حجبانك كيجيك الكلاش عيب كيجيني الكلاش عيب ما كتلوحش ديس كلام ما درتيش ليه بيب عبد العزيز اي كي اي صوفيا طالوني مخرطب كنحكو حيت بنادم كامولي فولو افكاري كيخلعوك رابر انستغرام الفاشن ولوك بوك عادي دير لي ان فولو افكاري كيخلعوك رابر ديال انستغرام والفاشن وداكشي لوح ياس كي غير كندير الخير لا غير كلوح كلاش كنتخلص عليه قتيل اجي شرفي كزبي شي عيب حشومه يتقال انت كتلوح سكرين قلت فيه هضرات الرجال تفيك شي عيب حشومه يتقال زعما ديب حشم ديب حشم كيس كيس باس ديب حشم اجي شرفي كزبي شي عيب حشومه يتقال شرفيك ازبي اللوجيك كتناك يلا اشنو من مورا ديك الكلمه اللي قلتي اللي باقي حشومه يتقال قلنا خويا دي قلنا علاش درتي اللوجيك في هاد اللقطه هادي اختي لوجيك سلام بخير تقدري تشوفي دوري تحنا نشوفي له دي ناري 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 لجوينزا اي 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 وينز اخويا فكر غير كلوح كلاش كنتخلص عليه قتيل اجي شرفي كزبي شي عيب حشومه يتقال انت كتلوح حشومه يتقال هو قبل منا قال لوح سكرين في حضرات الرجال لحاس روابا بعقليت تشاطامون جمعية المعاقين داروا الزملاء قانون وقال احنا داروا الزملاء قانون يلا قال حشومه يتقال الله تعالى مدي هذا حق الله ناري ناري الراب المغربي والله يتا ناري ترى هادشي راه ما كاينش الفلوس في الراب هادشي كاع اللي كنشوفو راه باقي ما كاينش الفلوس وكلشي باغي يولي رابر ملي كنقول ما كاينش فلوس ما كاينش ديك اللعيبه تاع بو زعما كمن تراك واحد ولا جوج تراكات تقد صافي دير شي افير حيت ملي كان راه كاين اللي تراك واحد الشهره ولا 4 5 تراكات صافي بوم مشات يقد يحبس هو صافي يقد يمشي حليب حلابه في امريكان فهمتي ما هنايا كاين شويه ديال العاقه شويه ديال الادسن شويه ديال الاشهار شويه ديال كتسيني شي تخربيقه شويشيات كاينه شي حاجه مي فهمتي فلوس ما كاينينش بزاف تقدر هذا العام اللي هذا يضربوا لي واحد 3 سنين 4 سنين 5 سنين خاصه عاوتاني يقلب باش الا مشاو تولاو الفلوس في الراب المغربي دابا ديال الوليد غيبغي يرابي الوليد غيقول لي راه تشيك تشيك مايك تشيك مايك ليتس جو رفي على اي موجه سبوتيفاي ونخيرات كتريق على الدور تا كيعطيو كل شاط فين ما كانت شي مناسبه كنلقاوك في الباب راه برد المواسم هاد الملوك هنبك يا رد في اي مناسبه كنلقاوك احب الملوك زعما تصاور يعني بقى غادي في نفس البرانسيب اشنو قال لي في الاول تاع الزواق تاع الحجبان تاع تصاور انت رطيطب اوكي دي بارون ضربني كترافيس اوكي وايت تشالنج وانت في برطا كيعطيو كل شاط فين ما كانت شي مناسبه كنلقاوك في الباب راه برد المواسم ها حب الملوك هنبك اوكي دي بارون ضربني كترافيس اوكي وايت نيك ترافيس كاع تشالنج وانت في كوان كحابس لي زانترفيو ديالك زبي راه كثر من اوكي وايت تشالنج وانت حابس نيك ترافيس اوكي وايت تشالنج وانت في كوان كحابس لي زانترفيو ديالك زبي راه كثر من الدياسك بلاصه ما تفهم الراب كتفهم في البياس لي زانترفيو كثر من التراكات فعاد ما تفهم في الراب كتفهم في البياس غير عشيره الوابا عمرك راب بيتي لحتي تويت في داركم لقيتي راسك في بيتي الفورما ديال الدجاجه والوقفه ديال بيبي دخلت نسمع شكيكتب لقيتو كيغني بيبي بارطاجيتك شي نهار غير ياك ما دير النفس بارطاجيتيني شي نهار غير جيتي بغيتي تلحس هادشي بسم الله حيت ما كاين ما يدار جبد سميتي راه باقي ما يتقال جبد سميتي راه باقي ما يتقال
عزام مهاري زام مهاري زام بعد تراك في واحد دقيقة ونص على شوية الانسترو اللي في اللول على شوية 10 ثواني ولا 13 ثانية نحيدهم هنا في واحد 10 دقيقة ونص تراك تراك زويون ماشي احسن تراك ديال الديب من ناحيه الكلاشات مي هذا سنينير هذا الديب دابا اللي عارف الديب اكثر اللي فان عارفين هاد السونه الديب كيتسطى على الكلاشات الديب دابا فهمتي اون اريان دو طون 3 سوايع 4 سوايع كيجاوب بنادم ما عندوش مشكل هو سو هذا غير ودي فوا كيقدي له تراك شويه فهمتي ما فيهش كلشي اش حيما ديك لعيبه تاع هكا شي حاجه زعم وقول التراك ما منوش نقد نجاوب باش انت ما كتجاوب ما هو كيجمع ثاني من الجهه الاخرى وكيدخل في البيف وكيستمتع حنت عزيز عليه هاد فليب هذا واش وينز غيجاوب الله اعلم على حسب ستوريات ما نضمنش مي واش دقان كاين واش هاد الكلاش فاليد وكيستحق الجواب مت فاليد وينزا وفي الراب جيم الى كلاشاك واحد فاس ليك انت خاصك تجاوب حيت هذا هو الراب جيم سينو كتنسحب وكتبعد ومني ما كتكونش كتدخل في لي كلاش وهذا كتفقد واحد البوبليك كبير بزاف حيت الديب اصلا ابار لو فيت انه كيكتب بزاف ديال الناس كيعجبو مع لود الكلاش سو وينزا الى كان ما عندكش مع الكلاش وهذا سي سيور غادي تزقل بزاف ديال لي فان ديالك وغادي تزقل واحد لابار من المارشي اللي تقد تربحها سو جاوب اخويا جاوبوا من الزكونة جاوب هذا ما كان اش بان لكم نتوما غيجاوب ولا ما غيجاوبش وينزا انا كنظن والله ما عرفت شنو غنظن تهلاو ليا فراس